أحسن الله إليكم، تقول: إذا طلب زوجي مالا ولو كان قليلا يتشاجر معي ويغضب كثيرا ولا يكلمني أحيانا عدة مرات لمدة طويلة، وبعد ذلك نصطلح، ماذا أفعل؟ هل أمتنع من طلبه؟ وإذا فعلت فمن أين لي المال؟ فأنا أحتاجه كي أشتري لأولادي ما يحتاجون، وهو يقصر معهم في بعض الأحيان. ليس لهذا الزوج أن يحرج زوجته وأن يضايقها إلى هذا الحد، بل عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يطلب الرزق ويلتمس الرزق بغير هذه الطريقة. عليه على أقل الأحوال أن يقترض من إخوانه ومن أصدقائه أو يستدين. عفوا شيخ، هي تقول: إذا طلبت منه مالا ولو قليلا يشاجرني ويغضب. أو كذلك لا يجوز له أن يقتر عليها، نعم، في نفقتها أو نفقة أولادها، لا يجوز، لأن هذا حق واجب عليه، واجب عليه الإنفاق عليه على زوجته وعلى أولاده من غير أن يتكره هذا الشيء أو يتبرم منه أو يغضب منه، لأنه حق واجب عليه. نعم. تقول: هل أترك طلب المال منه؟ لا تتركي طلب المال إلا إذا كان تستطيعين أن تستغني عنه، أما إذا كنت مضطرة إلى هذا المال فهذا حق لك المطالبة به ولو غضب. نعم.